صباح الورد، صباح الجمال، احلى صباح على احلى ناس في الدنيا. طبعا احنا النهارده في مشتل الصفوة عند الشيخ محمد عبد اللطيف، علم من اعلام الجمهورية. نوريك النهارده بقى يا باشا اسهل طريقة في العالم لزراعة بذور ايه؟ بذور المانجا. قولنا كده يا عم ابراهيم، بتزرع البذور ازاي؟ بزرع. الله ينور عليك يا هندسة. بسم الله. بسم الله. الله ينور. وريهم بقى هندسة كده بس التجويف مرة تانية معلش. بص هندسة عرفهم البزراية بتبقى في أنهي اتجاه لما يجي؟ البزراية لها اتجاه. لا راس ولا ديل. بالظبط. الراس طبعا الراس بيبقى في النص كده. زي ما حضرتك شايف. الله ينور. عليك هندسة. الله ينور. طب والرديم، الرديم على البزراية الرديم فوق 2 سم على البزراية. الله ينور عليك يا عم ابراهيم. عليك يا باشا. ربنا يخبر لك يا رب. الله يكرمك يا هندسة. طبعا دي بذرة الرفاعي. مش بذرة الرفاعي؟ بذرة الرفاعي دي رقم واحد في مصر. حبيبي حبيبي يا عم ابراهيم. حاجة بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع ويخضر يا رب. اللهم امين. الجودة أهم من السعر. جودة البذرة أهم من السعر، أهم من أي حاجة. طب أنت إيه رأيك في شغل شركة الرفاعي؟ شغل شركة الرفاعي شغل الله أكبر، حاجة محترمة وحاجة بسم الله ما شاء الله، زي ما أنت شايف الشغل جاي لنا حاجة بسم الله ما شاء الله الله أكبر. ربنا يخليك. إسلام ريشة جايب شغل هو والحاج محمد الرفاعي، حاجة زي ما أنت شايف كده. بص أبيض لبن. السلام عليكم. ربنا يخضر يا رب. ربنا يخضر للجميع. ربنا يخضر للشيخ يا رب. امين يا رب. ويجعل ورقتنا لبن عليه ويديله اعلى نسبه انبات يا رب، ويبارك له ويخضر له.